نجاح فني وشعبي لافت حققته مهرجانات جوني الدولية بدورتها لها العام، فقدرت تثبت مرة جديدة دقتها باختيار النجوم، البرامج والحرفية العالية بالتنظيم. فهالسنة الحصة الأكبر كانت للنجوم اللبنانيين، أما البداية فكانت مع ليلة مميزة وأكثر من ناجحة مع ملك الرومانسي وائل كفوري، لنقل الجمهور لعالم سحري خاص مليء بالإحساس وأجمل الأغنيات اللي أشعلت وجه جوني البحريكي. جوني انترناشنال فيستيفال صار لهم اكثر من 6-7 سنين عم بيجمعوا كل اللبنانيه حول الفرح وحول البسمه وحول البهجه، وهيدي شغله انا من اول ما استلمت وزاره السياحه كانت تبكي من اول زياراتهم هن لما عملوه، وقلت لهم انا بشرفني يكون حدا داعم بقدر كثير صغير بهالشغل الكثير كبير. اللي عم بيجور على أهم المهرجانات اللبنانية خلال الصيف عم يتحضر لتقديم ألبومه الجديد، لكن رغم اعتماده على ألبومه السابق بحفلاته خلال الموسم الحالي إلا أنه معظمها عم بيكون سولد أوت، الأمر اللي بأكد تميزه ومحبة الناس الكبيرة إلو. هالمهرجان هو عم يعطينا اكثر ما نحن عم نعطيه، عم ناخذ منه، عم ناخذ منه طاقه، عم ناخذ منه حلم، عم نشوف هالشباب والصبايا تفجر طاقاتها كلها، وهذا امل كثير كبير لنا مع الوزير جنرال وكل واحد منا والشباب موجوده، استاذ جورج بشير الشباب من الفريق الناشط بمهرجانات جوني، يعني عن جد بنحس انه بنرجع بنكون عندنا امل كثير كبير انه هيك شعب ما بيموت. الحدث الأبرز اللي قدمته مهرجانات جوني الدولية هالعام كانت مع المسرحية العالمية نوتردام دو باري، واللي تم عرضها على مدى 4 أيام مع فريق متخصص ضمنهم الفنانة اللبنانية هبة طواجي، اللي أمتعت الحاضرين بصوتها أدائها وتمثيلها المحترف، إلى جانب نخبة من ألمع الممثلين الفرنسيين اللي قدموا لأول مرة بلبنان هالمسرحية العالمية. متشكر ما في مهرجانات مثل مهرجانات جوني الدولية قادرة تقوم بهيك أعمال حتى كمان يكون في التنوع الثقافي والفن بلبنان، وأكيد هذا الشيء بيغني كمان المهرجانات والسياحة بالبلد. جمهور مهرجانات جوني كان على موعد أيضا مع الفن اللبناني الأصيل، وبالتحديد مع فرقة الميوزيك هول اللي بتضم نخبة من أهم وأضخم الأصوات بلبنان والعالم العربي، وعلى رأسهم الفنان القدير توني حنا، إلى جانب سامي كلارك، الأخوين شحادي، فادية نجم، بلال ورواد. الميوزيك هول صاير اسم كتير كبير ومغني مشهور كتير، هالميوزيك هول انترتينمنت كتير عظيم صاير بالعالم، ونحن معه بهالموضوع. كان عنا مهرجان قبل هون بغلبون من الجمعة كمان الحمد لله كان مليان، وهون مفول من مدة انتو عم تعرفوا انه في 3000 وشيها. كتير 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 محمسين، هي أول مرة بيجوني وهيئتها والعاني إن شاء الله تكون غير شكل، وهلا بس خلصت مهرجان ببين إذا كان بتصور راح تطلع. بس قالوا لنا مهرجانات جوني بالفعل، يعني تحمسنا زيادة لأنه
مهرجان الواحد بنبسط انه يشارك فيه بهيك نوع من المهرجانات، خاصة انه بالمنطقة اللي قاعدين فيها وهيك، فان شاء الله يا رب تكون غير شكل. هالفريق ألهب مسرح جوني بالأغاني والأجواء المميزة اللي أشعلت قلوب الحاضرين والجماهير وولعت الأجواء على وقع الدبكة والرأس المتواصل. هذه فرحة كبيرة، بمجرد أنه في اسم مهرجان بلبنان يعني علامة خير، كيف إذا كان بجوني ولأول مرة، وبعتقد أنه رح تكون شغلة كتير مهمة يعني من كل النواحي، من ناحية التنظيم، من ناحية الديكور، من ناحية الفنانين الموجودين خاصة باللغة العربية يعني باللبناني أو باللغات العربية. هيدي هي المميزة بتميز لبنان عن كل دول العالم. سكر المطار وفتح المطار، تاريخي مش عارفي بكل البصار. ختام مهرجانات جوني الدولية كانت مسك أيضاً مع الموسيقي ميشيل فاضل إلى جانب مجموعة من الفنانين اللي قدموا ليلة موسيقية بامتياز. ميشيل فاضل اللي حاول يقدم مادة فنية جديدة أمام جمهوره كان تعرض لانتقادات كتيرة، وسبب عدم الإعلان عن نوعية الحفل اللي غاب عنه البيانو إلى حد ما، ليتم الاستعانة ببعض الأصوات الشابة المميزة اللي قدمها فاضل كموزع وموسيقي وليس كعازف. هذا لقلي شيء جديد عم بعمله اليوم، هي موسيقى إلكترونية معي تو بروديوسرز، تو دي جيز كتير شاطرين، هن سليمان دميان وطارق مجدلاني، محضرين موسيقى وعم نلعب معها. It's a new concept. عاملينه عبالي اليوم اتسلى، عبالي عامل شيء بحبه وتوليعة يعني على الآخر. هلا هذا نيو كونسبت عم بعمله وحابب فوت بهالموسيقى. الموسيقى الارتيست هو احساس وانا عم بلحق احساسي وهذا احساس الليله هيك. زينت لوحات ميشيل فاضل وزملائه عرض مبهر للالعاب الناريه اللي اضاءت خليج جوني على مدى دقائق، وتميزت بالابهار والضخامه والالوان الغريبه، وكان تم نقلها مباشره عبر محطه الام تي في. باختصار، عام بعد عام عم تثبت مهرجانات جوني الدولية إنها واحدة من أهم وأرقى النشاطات الفنية بلبنان اللي عم بتقدم صورة حلوة عن هالبلد وسياحته ونجومه، والأهم إنها كل عام عم تدعم حالات وجمعيات خيرية ليبقى طعم النجاح له نكهة خاصة ويبقى محفور بالذكرى والوجدان. كتير الانستولمنتس حلو وكتير الجولة حد هلأ حلو، برافو. تنظيم بياخد العقل، إن شاء الله تكون الحفلة موفقة وإن شاء الله كل مهرجانات اللي بلبنان تكون توب. وهالسنة فاجأونا صراحة لأنه ستيج فود كورت إشي بتعقد. تنظيم كتير منيح والصيفية عامرة كلها سوا هون. It's very nice. في كتير تنظيم، في كتير سكريتي وكتير مرتب المهرجان، كل سنة أحلى من سنة. تنظيم كتير حلو ولا هالسنة شي ريلي يعني بفرح القلب. كتير منظمين منيح، يعطيهم ألف عافية للإكيب اللي عم يشتغل. كان كله تمام وكتير منظم وبرافو عليهم. يعني وائل وين بيكون نحن بنلحقه، يعني صرنا برميل لبنان كله كرمال وائل.